يوم الاثنين بنقدم لحضراتكم نموذج اخر من ملف ما بين قوسين، ملف اللاعبين المصريين مزدوج الجنسيه بيلعبوا في اوروبا، ملف مهم جدا لسه بنتكلم عليه وكل اسبوع بتكلم عليه. منتخبات كتيره جدا جدا منها منتخب اللي ظهر قدام حضراتكم الراس الاخضر في بطوله افريقيا بهذا التميز، لانهم اشتغلوا على الملف دوت، اشتغلوا على الملف مين من عنده الجنسيه او مزدوج الجنسيه اللي عايش، وجمعوا لعيبه كتيره جدا جدا معظمهم البرتغال واسبانيا، وقدروا يعملوا منتخب محترم. كمان احنا في حاجه ماسه طبعا لوجود عدد كبير من محترفين موجودين في المنتخب المصري، والنقطه دي يعني كمان اتكلم عليها محمد صلاح بشكل كبير جدا لما اتسال هو ايه اللي ناقص منتخبنا، قال ناقص منتخبنا الحقيقه ان يكون عنده عدد كبير من اللاعبين المحترفين في اوروبا بشكل اكبر، وده اكيد هيساهم طبعا في رفع يعني الكره المصريه والمنتخب المصري. نشوف مع حضراتكم نموذج جديد من هذا اللاعب، لاعب اعتقد بيلعب في الدوري السويدي. الحقيقه شاشه قناه النادي الاهلي وعندنا هنا برنامج المحترف، الحقيقه احنا اول ناس فتحنا هذا الملف الحقيقه نقدر نقول تقريبا من سنه واكتر، وقدمنا ملفات ونماذج كثيره جدا جدا. ان شاء الله الاتحاد المصري لكره القدم يهتم بهذا الملف لانه ملف مهم جدا جدا في يعني حلقه مهمه جدا، ان ازاي تعمل منتخب قوي. ومنتخبات كثيره الحقيقه يعني اتمت هذا الملف بشكل رائع على رأسها المنتخب المغربي، المنتخب براس الأخضر، منتخب السنغال، منتخبات كثيرة جدا جدا.